خالف الساحر. إيرك أكوانيا لونيو جيتشو. إذا خالف الساحر شروط جواز الرقية. كابو نونوني ناتو كرنات مسوم رقية الله كر أتي موكو كينيومة بس ما نيجي يرينا جيتشو. يتكلم بكلام غير مفهوم هكذا. هو أجوي جيموكو موكو ينجري بس ما نيجي. ينادي الشياطين أسماء الشياطين. لين أربو مغنيين ساتيني ما نيجي. يجعلك تتعلق به يقول لا يوجد علاج إلا عندي أنا غير مسؤول عنك بعد 3 ساعات. then هو أجوني أونجك أكيني لو يدو كوني يقول ما كمان أكيد ما كوري كودا. يدعي علم الغيب. يعني أوجي فاني لونجي يجي مكم بوم. العقد مع النفس ومن شر النفاثات في العقد يعقد وينفث. yes أوجي نقصام كأكيني نقصام نكتم ومود الوتر تو بايجو. ينظر في النجوم. أغنيو يسولو ما نقول ما. يسأل عن اسم الأم. then أوغينو ليه ما كلوا ما نحنين من جينينيا. يأمر المريض بمخالفة الشرع يقول لا تتوضأ لا تصلي لا تسمي عند الطعام. يعني أغنيسو نيكان عاد بيسو منين عاد ما توني كي سوالي كي جام كي مكما. قد يطلب مالا وقد لا يطلب. سجي ما كواي جوني كمان سجي ما كواي. لكن ممكن يطلب من المريض أن يتقرب إلى الشيطان. لكن إن يدك أني سنجاتوني نمو وشوري ما تيجي نجي شيطان كاروري بواجه. ممكن يكتب آيات من القرآن لكن يكتب بعدها حروف مقطعة ألف كاف عين هكذا يعني هذا معناه أسماء للشياطين وكفر بما تقدم من القرآن. سيدي مو كوني أنا بكرن عندي كقرآن كرتاس كاتومي يتيمو كيكو آية جيرو كيتو حروف مقطعة ألف لام كما ماغوغي نينغ ماكسوتيندي موكو نيجاتيفو.